اللي قال ساديو ماني ادريس ادريس محاوله مرور وركله جزاء. ركله جزاء هي الثانيه في هذه المباراه للمنتخب السنغالي. وسار هو اللي بياتي بالخبر السار. اسماعيل السار وهذه ساديو وقال له سيناريو للمره الثانيه. ساديو جول لساديو ماني. ساديو ماني الله عليه يسجل ثاني هدفه الان في شباك المنتخب الكيني في مباراته الثانيه. يسجل الهدف الثاني ويصبح تاسع لاعب في هذه البطوله يسجل هدفين في مباراه الجزائر ايضا.